صور أيضا ظهرت أن هناك معدات كهربائية ومولدات ومنظومة كاملة قضايا الكهربائية، مرمات في العراء والشمس واقعا تصهر فيها خلال هذه السنتين أو الثلاثة المنصرمة، ولو نصبت لتحقق مقدار من الكهرباء بمقدار 4000 ميجاوات. 4000 رقم غير يعني قليل، بحيث يغطي لعله المحافظات الجنوبية، أغلب المحافظات الجنوبية يغطيها من قضية الكهرباء. وهذه خرجت على الشاشة، الشمس واقعاً تنخر فيها. وأيضاً نرجع إلى القضية، من المسؤول عن ذلك؟ لم يتضح لنا من الكلام من المسؤول عن ذلك.